المفروض ما نعديش من هنا، هنعدي من هنا. الله اكبر. الفيديو ده مهم جدا للشباب. ليه؟ لان عايز احسسك شعور انك تبقى صحابي. فشعور انك تحس انك صحابي من الصحابه ده لازم تحسه، وده الشعور اللي حاسه لك ان شاء الله على فيديوهات متقطعه على القناه التانية بتاعتنا اللي هي اسمها ايقن، هتلاقي ان شاء الله في الديسكريبشن اللينك بتاعها. القناه لحد الان ما بداتش عليها عشان عايز المحتوى اللي ينزل عليها يكون السيناريو بتاعه كويس جدا. كتبت سيناريوهات كتيرة بس عمال اعدل فيها كل شوية عشان المحتوى يليق بك. اشهد ان لا اله الا الله. بسم الله. ده من اهم الفيديوهات اللي هتكلم فيها، وحاسس اني فرحان ان انا اعمل الفيديو ده عشان هو ده اللي كان نفسي اعمله وهو ساعد في الشباب. انا اسمي عمر وبحب اقتدي سيدنا عمر في الحتة دي، ان سيدنا عمر الشيطان كان بيخاف منه، فانا عايز اخلي الشيطان يخاف منه. يخاف منه ازاي؟ اقول لك علاج الشيء اللي انت داخل الفيديو عشاني. معظم الفيديوز تقريبا او غالبا بتلاقيها بتتكلم عن ان انت اشغل وقتك وتمرن ومش عارف ايه وما تبقاش فاضي ومش عارف. وبعدين وعارف ان انت قد تكون البعض منكم جرب ان هو يتمرن وجرب ان هو يشغل وقته وبرضه بيعاني منه، بتيجي فتره كده بينتكس وبيلبس في الحال. يعني انت من الاخر كده عارف ان انت مهما اتمرنت ومهما شغلت وقتك برضه في الاخر بترجع وبتعك وبتخبط في الحيط. طب ايه الحل؟ الحل الايمان، ده اللي انا جاي اكلمك عنه. الايمان ازاي؟ لان انا كنت برضه فاكر ان الايمان بشكل خاطئ. في مره تقريبا من 3 سنين او 4 سنين تقريبا كنت مخنوق جدا، مخنوق على الاخر، معايا صاحبي صديق ليا اكبر مني ب 11 12 13 سنه حاجه زي كده. كل ما اكون مخنوق بروح اكلمه بيقول لي اتوضى وصلي ركعتين، وانا بتضايق ان انا بقول له مخنوق عشان عارف ان هو بيقول لي روح صلي. تكلمنيش على الصبر اللي عليك فكك، يعني اتكلم في اي حاجه غير الصبر. في المره دي كنت مخنوق جدا وجايب اخري، فقال لي روح صلي. فانا بص اللي هو انت كل ما اكلمك مخنوق تقول لي صلي، بس حرفيا المره دي كنت مخنوق جدا. فقلت له تمام انا رايح اصلي، رحت مش عارف ايه وتوضيت وصليت ومش عارف الكلام ده كله، بس انا رايح اصلي عشان اتحدى ان انا صليت ركعتين بتوعك لربنا يا عمي، وهو ما حصلش حاجه. يعني هو صليت ركعتين ركعه اثنين وما حصلش اي حاجه. خد بالك انا هنا ما صليتهاش بايمان عشان جاي لي حاجه قدام شويه. صليتهم ورحت له بعدين قلت له انا صليتهم بيتش كويس. القصه اللي بكلمك فيها دي كلها انا ما افتكرتهاش غير دلوقتي، لما قارنتهم بالركعتين اللي انا بصليهم دلوقتي، اللي هو جاي يقول لك الحل فيهم بالظبط. فانا لما رحت اصلي ساعتها رحت اصلي عشان اثبت له ان الركعتين بتوعك اللي انت قلت لي صليهم وانا استاهل ما عملليش حاجه. ايه الفرق بينهم وبين الركعتين اللي انا بصليهم دلوقتي؟ اقول لك معظمنا نفسنا بتراودنا بالذنوب، يعني انت تلاقي نفسك بتكلمك يلا على الذنب الفلاني، صح؟ كل شخص فينا ليه ذنب معين، ولكن احنا هنا بنقتصر وبنتكلم في ذنب معين، ايه الحل بتاعه؟ طبعا اوعى تكون مش بتصلي بعد كل، اوعى تكون اصلا بصور لك الفيديو ده وانت اصلا مش بتصلي، لان انت كده كده محتاج فيديو ازاي تصلي او فائده الصلاه، وده هنزله ان شاء الله. بس يعني اتمنى انك تكون بتصلي بتتفرج، ما تكونش ما بتصليش. اتمنى. الحكايه بدات معايا بالركعتين الاصليين اللي هو المفروض جلي عليهم، بس الحقيقيين فعلا من قلب مؤمن. بدات معايا ازاي؟ بجد كل ما نفسي انا عايز ازول الشيء من الاخر، انا عايز اقدر سيدنا عمر واخلي الشيطان يخاف مني، وانا عايز ازوله. فالحته دي بتاعت الشيطان كل شويه بيجي لك، والشهوه عند الرجل هي كل شويه بتخبط في كده. فازاي بقى تخلي الشيطان وتزوله وتخلي الدنيا تيجي على دماغه وعلى الاخر كده؟ نعمل ايه بقى؟ هي الحل في الركعتين. اللي المفروض تعمله ان كل ما نفسك تراودك بالذنب الفلاني يلا مش عارف تقوم تتوضا تصلي ركعتين. حوار في الاول احس بثقل عشان بس اقول لك انا بحس ان الامر ثقيل عليك في البدايه، ولكن مع كل مره نفسك بتراودك بذنب بتقوم تتوضا وتصلي، كل مره نفسك بتراودك بذنب بتقوم تتوضا وتصلي ركعتين دول مع اعتيادك لمده ليست بقليله، يعني قد تكون 3 4 شهور، هتشوف نفسك صد منيع للشيطان. هتحس بعدم الانتكاسه ان انت عارف. يا جدعان من الاخر في قول لابن تيميه تقريبا، لا تذكر هل هو لابن تيميه او لابن القيم، لا تذكر، ولكن تقريبا لابن تيميه. خلاصه الكلام انه يخالف هواك، راحه المسلم في ان هو يخالف هواك. نفسك خالف هواك، نفسك تتزوج احفظ فرجك. فاهم انت؟ نفسك كذا يعني اعمل حاجه عكسها، لو انت نفسك في حاجه اعمل عكسها. نفسك تاكل سين، نفسك مش عارف تتزوج احفظ فرجك. نفسك تعمل العاده دي روح صلي ركعتين. عاده سيئه. بتخليك بتحس نفسك انك متقيد متكبل مش عارف تنجز اي انجازات، مش عارف تعمل اي مهام ومالكش اي لازمه ورا عينيك. اللي هيخلي عندك عزه وهيخليك فله و100 100 ومش بتعملها، وبكلمك بركعتين الايمان، ربما تروح تعمل وتصلي نفس الركعتين اللي انا صليتهم لما هو جاله روح صلي، مش هيحصل لك حاجه. انا بتكلم عن ركعتين بتوع الايمان اللي غالبا وانت بتتفرج بتكون بتصلي الركعتين دول. الاول ما نفسك
تراودك بالذنب ده، تقوم تتوضى وتصلي ركعتين مع قيادك لمده شهر او اثنين او ثلاثه، انك بتقول لنفسك تراودك بالذنب ده، بتقوم بتصلي. يعني اظن انك يعني انت ماسك الذنب، ده اكثر معنى ممكن اتكلم عنه، انت ماسك الذنب بايدك، انت المتحكم بالذنب. عشان كده سبحان الله الفرق بيننا وبين الحيوانات، يعني الفرق بيننا وبين الحيوانات ان ربنا سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل. والله لو ما عقلك ده ما استخدمتهوش، ما انت مؤاخذة يعني، معلش انا اسف يعني، اسف معلش، بهيمه. انا بقول لك خالف هواك، النصيحه اللي قد تكون وممكن اعملها عنوان الفيديو، خالف هواك في الحته دي، تراودك النفس، تقوم تعمل تصلي ركعتين مع قيادك لمده 3 شهور، حوار خلص. دي حاجه من الحاجات اللي المفروض تعملها. يلا بينا. لا انت تلطشت كام فيديو وكل شويه عمال اعمل لك كده، يلا بينا احترمك، خلصنا يلا بينا. مفيش غيري تقريبا في الجامعه، صور لما يكونش في حد. المهم محدش ينسى يعمل سبسكرايب، والفيديو ده مش عارف هينزل امتى، انا كنت بمنتج الفيديو الثاني النهارده ان شاء الله، مش عارف هينزل برضه يوم الجمعه ولا يوم الخميس، يعني لا ادري صراحه. المفروض ما نعديش من هنا، هنعدي من هنا. الله اكبر. المهم في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بيقول ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. الحديث ده حلو، بقى في ايه؟ نرجع لقول ابن تيميه، نتاكد ان هو قول ابن تيميه ان شاء الله. خالف هواك، حسد بعزه المسلم، او هتلاحظ ده في الايات، ان كل بيسمع اغاني فانت مش بتسمع، كله بكذا انت مش كذا، كله جاك انت بتعكسهم، يعني بتعكس الدنيا عليهم. لما تخالف هواك في الحته دي وتحس ان الدنيا فعلا سجن ليك وهي مش سجن. وهنا نرجع للركعتين اللي قلت لك، لما صاحبي قال لي صليهم وصليت عشان اتحداه، ولما انا حاليا بصليهم عشان خاطر ابعد عن الشهوه الفلانيه ولا ابعد عن الذنب الفلاني، لما نفسي تراودني بذنبي. فرق كبير صح؟ شوف الفرق اللي هناك وشوف الفرق اللي هنا، وانا ايقنت ان عارف ان الدنيا سجن للمؤمن. انت بتشوف الناس كلها بتعمل كذا، كلها بيحتفلوا مش عارف بايه، كلهم بالحاجات الحرام. خد بالك ان احنا في حاجات كتير حلال مباحه لينا ما بنعملها، وبدليل الفيديو اللي بتشوف بعمل اي شيء انا عايزه. كلنا زي بعض ضغط والناس حواليا عادي، يعني مفيش مشكله، فاهمني؟ اهم حاجه الماسك تكون وصلت يعني. ويلا عشان ده اخر اتوبيس تقريبا، الناس كلهم مشوا يعني. حاجه كنت عايز اتكلم عليها، ان انا ما حبيتش اتكلم عن حاجات كتير، واكتفيت ان انا اتكلم عن ركعتين. الداء اللي عندك الدواء بتاعه الركعتين، يا اما تصليهم زي ما صلاهم عمر في اول مره لما اتحدى صاحبه، يا اما تصليهم بايمان زي ما عمر بيصليهم حاليا. الامر باختيارك، والفيديو ده تشيره مع اصحاب كتيره ليك، لاني مش محتاج اقول لك الركعتين دول لو حد عملهم بسببك هيحصل له ايه. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن للمؤمن وجنة الكافر. والله فعلا ساعات في حديث كتير بتقرأها كده، قد تكون الحديث ده حد فيكم قرأه يعني، بس لما تبص فيه تمعن كده وبتربطه بأشياء، ف يعني نسأل الله الجنة والله.